في الآية الكريمة تحدث أخبارها، تنطق الأرض لتحكي قصتها. وهنا نعطي لكل كائن أو جماد صوت، ليس فقط ليساعد الإنسان أن يتفكر في دوره وأهميته، بل ليعاتب ويشتكي ظلمه له، حتى يعي الإنسان أن لكل شيء على هذه الأرض كيان. لو أعطيناكم هذه الأدوات وطلبنا منكم تحطوها كلها في الفازة، إيش الطريقة اللي حتستخدموها؟ وإيش حتحطوا أول؟ عرضنا نفس الأدوات على مجموعة من الأشخاص، تتوقعوا حيقدروا يحطوا كل هذه الأدوات في الفازة؟ لاحظنا إنه الأغلب ما قدر، والسبب لأنهم بدأوا بالرمل الأول. الفازة الفاضية تمثل 24 ساعة. الرمل يمثل الأمور الغير مهمة زي اللعب والجلوس على الشبكات الاجتماعية بكثرة. الحصى يمثل الأمور الأقل أهمية زي الهوايات مثلا. أما الحجر الكبير يمثل الأمور الأولوية في حياتنا زي الصحة والعائلة والإتقان في العمل. لو يومك قضيته كله في الأشياء الغير مهمة، ما حتلاقي وقت كفاية للأشياء المهمة. السر في إنك ترتب أولوياتك وتبدأ بالأهم. وفي هذا المثال الحجر الكبير، وبعدين الحصى، وآخر شيء التراب. وبكده حتقدر كل الأشياء تدخل في الفازة. أنا الحاضر، الماضي والمستقبل. أنا ليلكم ونهاركم. أنا العمر. أنا الساعة اللي في داخلكم. أقسم الله بي لأهميتي وربطني بكل العبادات. أنا أول مقياس تتعلموه في حياتكم. اهتمامكم بي خلاكم تقيسوني بالشمس، النجوم والماء، وأخيراً الساعة. أنا الشيء المشترك بين كل النجاحات، اقتصادية، رياضية، وعلمية. أنا الفاصل الحاسم بين الرابح والخاسر. فليش دايماً تلوموني وتقولوا 24 ساعة ما تكفي؟